اليوم أستاذ الطيب بوتبقلت، أستاذ الإعلام بجامعة عبد الملك سعدي. بداية أهلا بك عبر بريستون. اليوم أستاذ أطرتم دورة كوينيا من تنظيم المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي. أستاذ، ما هي القيمة المضافة لمثل هذه الدورات التكوينية خاصة في مجال الإعلام الإلكتروني؟ شكرا أولا. ثانيا، وهذا بيت القصيد، يعني الدورات التكوينية حاليا ولم يعد ذلك سرا يخفى على أي كان وفي أي مجال كان، الدورات التكوينية أصبحت حاجة ملحة وشيء أساسي، حجر الزاوية في تقدم وتطوير أي حقل معرفي كيفما كان نوعه، ولا سيما الحقول المعرفية المرتبطة بالثقافة وتحديدا المرتبطة بالإعلام. هذه الدورة التكوينية كانت يعني منصبة بالخصوص على محور أساسي، ألا وهو الإعلام الرقمي وكيفية النهوض بذلك الإعلام الرقمي عن طريق بطبيعة الحال تهيي وإعداد الموارد البشرية اللازمة والكفؤة التي يجب أن يعني تطلع بما يجب أن تطلع به من مهام ورسائل أساسية، لأن الإعلام الرقمي كما لا يخفى على أحد هو الآن يعني في وضع أقول ضبابي شيئا ما، ضبابي من ناحية أولا التأطير القانوني، ضبابي ربما كذلك من ناحية التأطير الأخلاقي، وبالتالي نجد بأن ربما الحجر الزاوية في التعامل والتعاطي معه يجب أن ينطلق من الموارد البشرية ومن الكفاءات، لأن الموارد البشرية في كل شيء هو القلب النابض إما في إخفاق وإما في نجاح ذلك المشروع. فبالتالي أنا اليقين علي حال هذه القناعة الشخصية بأن الحمد لله يعني لدينا طاقة شابة مهتمة بهذا الحقل، وأعطت يعني من خلال تجربتها وحتى وإن كانت تجربة قصيرة في الزمان أعطت يعني الدليل القاطع بأن يمكن أن تسير قدما إلى مستويات يعني متقدمة جدا، وأن نتباهى بها لماذا على المستوى العالمي فيما يتعلق بهذا الحقل المعرفي الجديد وهذا الحقل الاستراتيجي كذلك على جميع الأصعدة. وبالتالي فالمحور الذي تطرقت إليه اليوم هذه الحلقة التكوينية كان وجيه جدا، وتفاعلات الإخوة الذين حضروه كانت تفاعلات ممتازة بل أكثر من ممتازة، كانت تفاعليات يعني مغنية لمحاوره، واستفاد الجميع على الأقل يعني كل من كان حاضرا هنا استفاد من هذه التجربة، وأتمنى أن تلويها مثلا تجارب أخرى في نفس على مستوى نفس المنوال، ولماذا لا مثلا للبحث والتنقيب والتمحيص، ولماذا لا تعميق مثلا جوانب أخرى نعتبرها اليوم وكأنها يعني ثانوية بل هي أساسية. أستاذ، باعتباركم أكاديميا ومتابعا للصحافة الإلكترونية سواء في المغرب عموما أو في جهة طنجة تطوان الحسين معنا وجه الخصوص، ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف التي تعتري هذه التجربة الجنينية إن صح التعبير؟ أنا أعتقد أنها لم تعد تجربة جنينية، هي تجربة الآن شابة، ولكن نقاط الضعف هي ربما الانفلاتات الأخلاقية، أما نقاط القوة فهي الشأن المحلي. أعتقد بأن واحد العدد من المواقع التي يعني تناولت بعض القضايا ذات الطابع المحلي من مستويات يعني مختلفة ولكن كذلك من زوايا مختلفة، أعتقد بأنه الاهتمام بإعلام القرب ما نسميه بإعلام القرب يعني يتجلى في ما تتناوله الآن تلك المواقع واهتمام الإخوة الصاهرين على تلك المواقع، وبشكل ألاحظ بأنه يتغير ولكن يتغير تدريجيا بطريقة إيجابية. هذه ظاهرة صحية، وأعتقد بأن الهفوات هذه شيء لا مفر منه، يمكن أن تتقلص شيئا فشيئا مع الزمان علما أنها سوف لن تزول أبدا بتاتا، ولكن على الأقل يعني تضيق الخناق على الهفوات وعلى الانفلاتات وعلى نوع من الاختلالات، هذا راجع بالخصوص إلى تكوين العنصر البشري الذي لا زال في حاجة ماسة إلى المزيد من التحصيل والمزيد كذلك من تدعيم قدراته وكفاءته في هذا المجال. أستاذ، في إطار الهفوات أو الأخطاء المرتكبة أحيانا من طرف
بعض المواقع أو الجرائد الإلكترونية، ونحن على مشارف خروج قانون الصحافة الجديد إلى حيز الوجود بعد دخوله أو مصادقة المجلس الحكومي عليه في انتظار دخوله إلى قبة البرلمان. في رأيكم إلى أي حد يمكن لهذا القانون أن يحد أو يرقى بالفعل الإعلامي في بلادنا؟ أولا، هذا القانون قانون عام للصحافة والإعلام بصفة عامة، ولا يمكن إلا أن يرقى أو على الأقل أن يأتي بدعامات وضمانات جديدة وأن يعطي لكل ذي حق حق. هذا هو المنتظر من القوانين بصفة عامة، القوانين العادلة بطبيعة الحال. على أي حال، خاصة في مجال الإعلام، يعني ما يعول عليه هو أخلاقيات المهنة، وأخلاقيات المهنة هي قوانين داخلية يجب على العاملين في هذا الحق أن تكون لهم مواثيق شرف، وأن يحتكموا فيما بينهم إلى تلك المواثيق وكذلك تقاليد العمل انطلاقا من الضمير المهني. أما القوانين بطبيعة الحال لها ما لها وعليها ما عليها، وقد تصيب وتخطئ في أشياء كثيرة جدا، ولكن كيف ما كان الحال، وأنتم من المتتبعين للقانون الصحافة ومدونة الصحافة والنشر في بلادنا، هناك تقدم، ولكن لا يعول دائما على النصوص القانونية هي التي تعطي الطفرة النوعية. الطفرة النوعية آتية من الإنسان، من المورد، من موارد البشرية، من الوعي لدى المهنيين الذين سوف يأخذون بناصية ذلك الحقل ويرتقون فيه شيئا فشيء إلى مستويات أولا تشرفهم كمهنيا، ثانيا أن تدفع إلى اتجاه تنوير الرأي العام الوطني على جميع الأصعدة، وخاصة على الصعيد المحلي، لأننا نتوخى يعني التمسك والعمل بمبدأ الإعلام القرب. أستاذ، ونحن على مشارف سنة ميلادية جديدة، ماذا يمكن أن تقولوا حول تجربة بريستيتون وتقييمكم لهذه التجربة؟ ونحن على مشارف سنة ميلادية جديدة، أتمنى لها المزيد من التألق، وبدون شك أننا في انتظار لمزيد كذلك من النجاح. تم ما قطعته إلى حد الآن يعني اعتراف وبشهادة الجميع، فهو مشوار مشرف جدا، ونتمنى لها المزيد من التألق والنجاح إن شاء الله في مسيرتها الإعلامية الموفقة. شكرا أستاذ. لا، شكرا على وجهك. بارك الله.